السلام عليكم، مرحبا بكم معي في وصفة جديدة. فيديو ديال اليوم غادي نقترح فيه ليكم عشاء إيطالي خفيف ظريف، بريبات كروفيت والكورجيت. تابعوا معي الوصفة الأخير لتعرف على الطريقة والمقادير. ما تنساوش جيم واشتراك باش تشجعوني. نبدأ على بركة الله. بسم الله. بالنسبه للمقادير غادي ندوزها لكم مع الطريقه اقتصادا في الوقت. هنا عندي 3 معالق كبار ديال الزيت، الزيتون كنسخنهم في مقلاه وكنزيد عليهم معلقه كبيره ديال الزبده، كنتسنى على الزبده تذوب، ومن بعد كنزيد البصله متوسطه مسلوقه، ضريس ديال الثومه محطوط حتى هو، ونقليو البصله والثومه هذيك الزيت والزبده، ومن بعد كنزيد عليهم جوج ديال الكورجيتات متوسطين، قطعتهم مكعبات بهذا الشكل، هذا مكعبات يكونوا صغار، خليوهمش كبار بزاف باش ما ياخذوش لينا بزاف ديال الوقت طياب. كنقلي الكورجيت ديالي واحد شويه، ومن بعد كنزيد عليه الملحه، وشويه ديال الزعتر محكوك. هادو هما العطريه اللي غادي نستعمل في هذه الوصفه فقط لا غير، ما كاينش حتى حاجه وحده اخرى من غير الملح والزعتر. من بعد كنزيد واحد نص كاس كبير ديال الماء، وكنخلي الكورجيت يطيب نص طيبه مغطي. من بعد ما طاب الكورجيت ديالي كنزيد عليه واحد 250 غرام ديال الكروفيت. انا درت هذا المجمد هو اللي كان عندي، كنسد عليه او كنغطي عليه باش يتطلق شويه، ومن بعد غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الكروفيت هكا بقشورو، هذا كيبقى للتزيين. ممكن تكتفيو غير بالكروفيت مقشر بوحدو. كنتسناو على الكروفيت ديالي لي قشورو يطيب، ومن بعد كنزيد عليه لي بات لي كنكون سلقتهم في الماء والملح، صفيتهم. انا اختاريت هاد النوع، هذا ممكن ديرو اي نوع متوفر عندكم، لي بابيون او الفاني، المهم ما ديروش سباغيتي لانها ما كتجيش زوينه في هذه الوصفه. هذه كنخلط لي بات ديالي مع الكورجيت والكروفيت، ونخليهم واحد دقيقه يتشربوا النكهات ديال الزعتر، ومن بعد كنزيد عليهم جوج معالق كبار ديال الفرماج محكوك. في هذه الوصفه الايطاليين كيديروا البارميزون، ممكن ديروا نتوما يا تعوضوه بالايدام على حساب المتوفر. صافي، وها الوصفة ديالي تقريبا واجدة. كنتسنى على لي بات يشربو شوية لاصوص، وبالصحة والراحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.